من بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد حنان عيسى. حنان، ما هي الأوضاع لديك اليوم، وماذا أيضا عن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة؟ إلى أين وصلت الجهود؟ ميدانيا بعض الطرقات التي تم قطعها من قبل المتظاهرين عادت وفتحت، وخاصة في منطقة خلدي، هذا المثلث الذي كان مقطوعا على مدى يومين فتح قبل ساعات. كما أيضا فتح الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى الجنوب، طريق النعمة، وهي الطريق يعني طريق رئيسية يعني تصل بين بيروت وجنوب لبنان. بعض النقاط أيضا التي تم فتحها في بيروت في منطقة الشفرولي، أيضا عمل الجيش على فتح هذه النقطة في منطقة نهر الكلب، هذا الأوتوستراد الرئيسي الذي يعني يصل بيروت بمنطقة الشمال. سمعنا قبل قليل بأن الشبان الذين قطعوا هذا الطريق يعمدون في هذه اللحظات إلى تنظيفه من الحجارة ورفع العوائق الحديدية الموجودة على الأرض، لكن في منطقة الشمال هناك بعض الطرقات وبعض المناطق أو الطرق الرئيسية ما زالت حتى هذه الساعة مقطوعة. اليوم يعني الأنظار تتوجه إلى منطقة الشويفة، حيث سيتم تشييع شهيد الثورة كما يسميه المتظاهرون في لبنان علاء فخر الدين، بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة. هذه التشييع سيتم عند الساعة 1 بتوقيت بيروت. أما على صعيد تشكيل الحكومة، بعد اللقاء الذي جمع صباحا وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة والبطريرك الراعي، يبدو أن هناك بعض الانفراجات، حيث نقل إليه الوزير بأن موضوع تشكيل الحكومة يبدو أنه يسير إلى طريق إيجابية، كما تؤكد بعض المصادر بأن التسوية ربما التي تشهدها هذه الحكومة سيكون خارجها الرئيس سعد الحريري وكذلك الرئيس جبران باسيل، سيتم التوصل إلى حكومة تكنو سياسية، لن تكون حكومة تكنوقراط كما يطالب به المتظاهرون وكما طلب به أيضا رئيس الحكومة سعد الحريري. إنما هذه الحركة السياسية والمشاورات يعني تبقى في مجال صحيح، لكن هذا غير مؤكد. هذا حتى هذه الساعة هناك يعني أخبار وأحاديث تتناقل بشأن هذا الموضوع. يبقى السؤال، في حال تم التوصل إلى هذه الحكومة، هل سيرضى الشارع بها أم سيكون هناك تحركات أيضا على الأرض، خاصة وأن الشارع اللبناني ما زال في حالة غليان وغضب على كل الأحداث التي مرت بالتحديد خلال اليومين الماضيين. شكرا جزيلا لك حنان عيسى مراسلتنا من بيروت.